عشان نعمل صينية اللحمة عندنا بصل ولحمة مفرومة وتوم، ملح، أوريجانو، روزماري، كمون، فلفل أسود، شطة اختياري لو مش عايزينها هحطه بابريكا. وللتقديم عندي عيش شامي، شرايح من البصل والطماطم والخس، وطبعا برضو اذا حاطين انتوا حابين انكم تحطوا اي نوع من انواع الصوصات زي المستردة، المايونيز، الكاتشب، الباربيكيو، ممكن طبعا. ادي البصل، ادي كل المطيبات والمنكهات اللي عندي، روزماري، زعتر، كمون، شطة او بابريكا او شطة وبابريكا، ثوم. هضرب دول الاول مع بعض مع الملح والفلفل، وبعدين انزل اللحمة اضربها معاهم. الارتفاع او السمك بتاع اللحمه اختياري، عايزينه يبقى سميك، عايزينه يبقى رفيع، براحتكم. ده تتحكموا فيه بكميه اللحمه مع حجم الصينيه اللي انتوا هتستخدموها. كل طبعا ما استخدمتوا صينيه اكبر كل ما اللحمه طلعت ارفع، وهكذا والعكس صحيح. استخدمتوا حاجه صغيره هتطلع معاكوا ارتفاع اللحمه كبير. هبتدي احط بقى هنا معلقة زيت في البايركس، صينية اللي انتوا هتستخدموه كده، واطلع بيها كده فوق. ممكن سمنة. اول حاجة بحب اشيلها السلاح، اصل انا هقول لكم حاجة كذا مرة، انا يعني حتى في البيت لان انا ببقى مستعجلة بطبعي يعني، فبتسرع وتلاقوني رحت مدخله ايدي جوه الكبه باخد الحاجه منها، وتلاقوا ايدي راحت ايه متعوره من السلاح. فدايما بفكر نفسي حتى هنا بصوت عالي عشان انتوا تتذكروا معايا انكم تشيلوا السلاح الاول، لان مهما كنتوا حريصين لا يعني ساعات الموضوع ايه الواحد ايده بتخونه ويتعور. انا عندي زيت كتير فاخدت من الزيت بايدي وعلى الاطراف وحطيت من فوق. لو انتوا الزيت عندكم قليل اللي حطيتوه تحت يبقى حطوا معلقه كمان فوق بس خلاص. وعلى الفرن